فهمتنيش من صنف من صنف اللي خمم في غدوة وإلا اللي جايب واللي يديه بار كونتر الفنان عنده مصروف كبير وكما يقول لك تو فنان يصور ونسمع انا في كلمه هم يصوروا خويا في برشا فلوس في الليله الفنانين ياخذوا في 2 ملايين وفي 3 ملايين ينجم يمشيهم ريتك 2 ملايين و3 ملايين في غنايه ولا في استوديو ولا في لبسه يا اخي الفنان برشا مصروف عنده هذه حاجته هو وداره كي يبدا فنان عنده صغار وعنده دار وعنده مصروف يعني توا الناس راهي في ازمه كبيره في نعرف انا برشا فنانين اللي باعوا دبشهم واللي باعوا مثلا تو تقولوا لي فنانين باعوا دبشهم وداخل قصوا عليه الدورة اعطيني اسم فنان ما نجمش اعطيني واحد لا لا علاش ما نحبوش شوف الناس ما عادش تصدق راه لا صلاح انا ريت الناس ما عادش تصدق تو اللي نسالوا يقول لي فنانين باعوا ديارهم اعطيني واحد باع داره مش فاهمك انا اعطيني واحد باع دار اعطيني واحد باع باع كرهبته فما شكون يبيع الذهب نتاع مرته راهو شكون فما ناس نعرفهم انا مثلا فما انا حضرت على ناس في النقابه انا خاطر عضو في النقابه نتاع سي ماهر الهمامي فهمتني رغم ريت قالوا لنا باش يرجعوا الجمعه هذيا في بالي باش يرجعوا وقالوا باش ان شاء الله باش ترجع للحفلات وسهرات واللي ريستورون واللي كباري يعني الناس باقي ما جاوبتنيش خمس كلمك انا ما نحبش العموميات ريت برشا ناس انتم حكيتوا او باش ناخذ تو بالتليفون نقابه الفنانين والموسيقيين والموسيقى المجاوره كيفاش يقولوا برشا ماهر الهمام باش نحكي معاه نقول له اعطيني اسماء نتاع ناس يا خويا بيع الخطر المواطن نقول لك اش يقول صلاح انا يقول لك الفنانين لبس عليهم شنو برجيت كورونا يا موظف ياخذ في 300 دينار و400 دينار وعامل يومي وعايش علاش هذا اش يقول